ندخل في تفاصيل الاخبار، عشان في ناس امبارح يعني في تعليقي على قصه الاهلي والزمالك، وان الزمالك بيفكر او خد قرار فعلا، ومش بيفكر وخد قرار فعلا بعدم المشاركه في المباراه والانسحاب. وبالمناسبه القصه مش قصه اهلي وزمالك، عشان الاهلي مش طرف في الموضوع. انا كنت بس امبارح ناس بتقول لي انت بتهاجم الزمالك ليه، والزمالك وادارته لها كل التقدير والاحترام، هم لهم مطلق الحريه في ان هم ياخدوا اي قرار يتناسب من وجهه نظرهم مع مصلحه ناديهم، وعليهم ان هم يتحملوا مسؤوليه القرار ده امام النادي وامام جماهيره. مش قصتي وماليش علاقه خالص، انا بتكلم او لما تناولت الموضوع كنت بدور على المبرر، بما انه الطرف الثاني في المباراه دي هو نادي الاهلي. انا بالنسبه لي كواحد من الناس اللي بتنتمي النادي الاهلي او كواحد من جمهور النادي الاهلي، انا بالنسبه لي الموضوع بيخدمني في جميع السيناريوهات، يعني كل السيناريوهات تصب في مصلحه النادي الاهلي. والافضل بالنسبه لي انه الزمالك ينسحب. يعني لو انت بتسالني رايي بجد، حابب اتفرج طبعا على ماتش كوره اهلي وزمالك، طبعا السنه المباراه دي من السنه للسنه. لكن في الظروف اللي انا فيها القرار ده يخدم النادي الاهلي اكتر بكتير جدا ما يخدم نادي الزمالك. انا عندي كميه مباريات وضغط مباريات في فتره زمنيه قليله جدا، ولاعيبه بدات السيزون بدري جدا، ولعبه اكتر من اكتر نادي لعب كره السنه دي 9 او 10 ماتشات في منافسات قويه جدا جدا جدا، وبالتالي يا سلام 3 بونت هديه، ده 100 فل و14 زي ما بيقول. ورايح اسبوع، طبعا رايح اسبوع، ولو فيهم 10 ايام راحه اتمنى كمان رايح 10 ايام. فبالتالي هو القرار ما يضرنيش، لكن انا لما كنت بتكلم امبارح كنت بتكلم على فكره المبرر. يعني قلت لحضراتكم قياسا على فكره المؤجلات، الاهلي لعب حسبتهم لحضراتكم امبارح 9 ماتشات او 10 ماتشات، 10 ماتشات، 10 ماتشات زياده عن اكتر فريق لعب ماتشات السيزون ده. اكتر فريق لعب ماتشات السيزون ده هو نادي الزمالك، بحكم ان هو وصل لنهائي الكونفدراليه، فبالتالي مشاركته الافريقيه لاول مره من سنين طويله اكتملت لغايه المحطه الاخيره. مفيش نادي اكتر من نادي الزمالك ونادي الاهلي لعبوا ماتشات هذا الموسم. طب الاهلي فارق عن الزمالك بكام مباراه؟ حسبتهم لكم امبارح ان هم تقريبا 10 ماتشات. فرقه الاهلي، فرقه الكوره بتاعت النادي الاهلي، الفريق الاول لعب 10 ماتشات في منافسات من العرض الثقيل، دوري افريقي، كاس السوبر او كاس النخبه المصري، السوبر الافريقي، كاس عالم الانديه، كلها ماتشات اغلبها بره مصر، 70-80% من الماتشات دي اتلعبت بره مصر، رحلات سفر وعوده والى اخره. وبالتالي لما جبت امبارح او استعرضت جدول الدوري قلت لحضراتكم انه الزمالك لعب 20 مباراه والاهلي لعب 18 مباراه. بقيت فرق الدوري كلها اقل فرق في او اقل فريق فيهم لعب 24 مباراه، في فرق لعب 25 وفي فرق واصله بالفعل 26. ليه كان في كل هذا العدد من المباريات المؤجله؟ اين كان نادي الزمالك في هذا التوقيت؟ وليه اتاجلت لنادي الزمالك ماتشات؟ ده اللي انا قلته امبارح. انا لا هاجمت اداره نادي الزمالك ولا تطرقت ولا تعرضت ل قرار نادي الزمالك بالانسحاب، قرار يخصهم هم ولا لا، ليس لنا اي علاقه او ادنى علاقه بيه، بل بالعكس انا اكدت انه في جميع السيناريوهات احنا امام احتمالين مش ثلاثه، اما انه الزمالك يظهر في ملعب المباراه ويشارك، وبالتالي يبقى الاداره تراجعت عن قرارها اللي اعلنت عنه بشكل رسمي وصدرت حاله من حالات التوتر او الازمه اللي هتنعكس سلبا بالتاكيد على النادي الزمالك في المقام الاول والاخير، وده شيء يخدمني بما انه الزمالك هينافسني في المباراه، واما انه الزمالك ما يظهرش في المباراة دي، وهو قرار الانسحاب مش مرتبط بمباراة القمة فقط لا غير. يعني قرار نادي الزمالك بانه مش هشارك في ماتش الاهلي والزمالك مش عشان ده مباراة القمة ولا عشان الاهلي هو اللي طرف في المباراة، قرار نادي الزمالك هو الانسحاب او عدم استكمال مبارياته في مشوار الدوري الا لما كل الفرق تلعب مؤجلاتها، وبالتالي ده ينطبق على مباراة الاهلي وما بعد الاهلي. يعني هي مش قصة بس ماتش يوم الثلاث، هي قصة الاهلي وما بعد الاهلي. معناه انه الزمالك لو انسحب يوم الثلاث ده معناه انه مش هيلعب كمان المباريات اللي بعدها الا لما الفرق تلعب كل مؤجلاتها. عقوبه المباراه دي هي انه 3 بونت مع النادي الاهلي. ماتش الثلاث ده الاهلي ياخد 3 بونت من غير ما يلعب، وده شيء بالنسبه لي تمام جدا. ويتخصم من نادي الزمالك من رصيده كمان 3 نقاط، تمام التمام جدا جدا جدا. ما عنديش اي مشكله في ده، انا كاهلاوي انه فرقتي تريح اسبوع بدل ما تلعب كل 3 ايام ماتش، ده شيء يصب في مصلحتي. اخد 3 بونت في مباراه من الماتشات الصعبه اللي ببقى عامل حسابها ومش متوقع نتيجتها من اول الموسم برده تمام جدا. 3 بونت ولا اسهل ولا اطعم ولا اجمل. وكمان يتخصم من نادي الزمالك 3 نقاط
تمام عظيم جدا. ايه الخساره في ده؟ انا يدور انا اتضرر في ايه من قرار زي ده؟ بالعكس ده شيء يصب في مصلحه النادي الاهلي. المشكله بقى فيما بعد، هو نادي الزمالك خد موقف، الثبات على الموقف اهم من الموقف نفسه. هل هيستمر نادي الزمالك في الانسحاب من بقيه مبارياته في الدوري؟ وايه هيكون رد الفعل الرسمي طبقا للائحه الموضوعه؟ ده اللي بقى السؤال اللي ننتظر الاجابه عليه. هنا مش قصه اهلي وزمالك، هنا مش قصة مسميات ومش قصة أندية، هنا قصة تطبيق لوائح وقوانين. وننتظر نشوف من هو في موقع المسؤولية كيف سيتعامل مع الأزمة اللي زي ما سميتها امبارح ملهاش لازمة.